مساء النور. مساء النور أبونا، شكرا على المقدمة. الله يديمك في خدمة كمان البشارة. بعرف أنه مش هيني إنساني، الإنسان والإنسانية تحطى هيك تربعها على عرش. حبيت أنه اليوم نحكي عن الحوار الإنساني، أنك تجي. أنا بدي أسمع منك، لما جئت إلى الأردن كيف رأيت لأول وهلة الحوار السياسي، الخطاب الإنساني، الحوار الإنساني في الأردن؟ أنا بدي أسمي الأردن نموذج حي وقوي لمجموعة من الأشياء أنا كنت بحب أنه مطرح ما أنا موجود تنوجد، لأنه دورنا ككهنة بالنهاية طيب. هو أنه نكون عم نشتغل على هالفضائل اللي بتحبها أنها تكون متجسدة بأرض الواقع، مش بس أفكار ومش بس حلم ومش بس أنه نسعى ونطوق، ومش هيك، بدنا نشوفها وبدنا نحققها. طيب. الحوار الإنساني أبونا نبيل مؤخرا صار في كتير بدي سميها طفرة بالخلافات، الصراعات، الأخبار، الحروب، الشرق كله مخبوط على معجوق، مش عارف المخارج تبعيته. بتحس أنه كأنه نحن ببقعة من العالم عايشة وعم تتغذى وعم نغذيها نحن. مرات صار المطلوب اليوم أبونا نبيل أنه كلنا يكون عنا علاج نفسي. يمكن أنا بقول، كنت عم بقول عن اللي عم بيصير بغزة، قدي بده ما بعد غزة قدي بده علاجات نفسية. أنا بقول نحن بالشرق كلنا سوا، بلبنان هيك، بسوريا هيك، بالعراق هيك، أهلنا بالأردن، مثل كأنه صرنا عن جد عم نعيش حالة توتر. نحن اليوم عم نعيش كلمات بصدق بقول لك أبونا نبيل، مثل كأنه صارت ترند عم تتكرر كتير على ألسنة كل الناس اللي بنقعد معهم، إن كان بلبنان، إن كان بالأردن، إن كان بالعراق، إن كان بفلسطين، إن كان وين ما كان ترند. زلمة أصولي كافر، تسمع منافق، ملحد، مشرك، إنه هالكلمات ليبرال. يا خيي أمتى بدنا نخلص منهم؟ أمتى بدنا نعيش ثقافة حضارة الحوار الإنساني؟ أنت مين؟ أنا مين؟ القضية مش أنت مين وتطلع فيك وأجئرك، أنت شو وشو بتشكل ومين قدي بتشكل، قديش نسبتك؟ لا، أنا وأنت مين؟ بنظر الله نحن مين؟ مين نحن؟ مين نحن؟ شو نحن؟ شو دورنا بهيدا الشرق؟ وانت اليوم جايبني على مطرح بيوجعني أبونا، جايبني تقعدني بمنبر تقول لي بدنا نحكي عن الحوار الإنساني. الحوار الإنساني اليوم يعني بتطلع بالأردني، بحب كلمة النشامة، بحب هالكلمة هيك، فيها عظمة، في النشامة، في العروبة، في الأصالة، في بس كمان في بالخلفية، خاصة بشرقنا صار في خبث كتير، صار في إذا بدك بدي سميهم جهل، بدي سميه ناس بتحب تفتفت، ناس بتحب تولد خصامات ما بعرف كيف تخلقها. وبدنا نضلنا نفتش على النشامة، بدنا نضلنا نفتش على الفضائل، بدنا نضلنا نفتش على الأسباب اللي وصلتنا لهالحالة التخلف والخلفيات والبدي سميها الخلافات وبدي سميها الاختلافات حتى نوصل لقواعد.